طبعا اليوم قصد سد الفرات بالبراميل المتفجره، والان باذن الله نحن ذاهبين الى السد او على جسم السد. سوف نعمل لكم تقرير على قصف البراميل المتفجره من نظام الطاقه العسكريه. قصف بالبراميل المتفجره هنا بالنسبه للاسياء على الطرف الثاني جانب سد الفرات. طبعا سد الفرات البرميل هبط على العنفة وفي الماء. تعرضت الطبقة اليوم لسقوط عدة براميل فوق مدينة الطبقة من طيران الطبقة العسكرية. كانت أخطر الإصابات البرميل الذي سقط وأصاب إصابة مباشرة جسم السد، حيث سقط البرميل بعيدا عن بوابات المفيض حوالي 15 متر. أصيبت هذه البوابات، ولو أصيبت هذه البوابات لغمرت مياه البحيرة كل القرى حتى جنوب العراق. هذا هو مكان سقوط البرميل. ومن الطرائف أن السد بناء روسي والقذائف كانت صنع روسي. صنع هذه الشطية من البرميل الذي سقط على سد الفرات اليوم في مدينة الطبقة صنع روسي، والسد صنع روسي. الأسد يقصفنا بالبراميل صنع روسيا ويقصف السد الروسي في مدينة الطبقة. اليوم قصف سد الفرات في مدينة الطبقة بالبراميل المتفجرة، وهذا سد الفرات. نحن اليوم بتاريخ 7/9/2013 نقصف بالبراميل المتفجرة، والسد يقصف بالبراميل المتفجرة، وهذه البراميل صنع روسي. الله أكبر، نحن فوق سد الفرات. طيران الميك. طبعا مع التصوير طيران الميك يحلق فوق سد الفرات. تقرير عن البرميل الذي سقط، ونحن نعد تقرير عن سقوط برميل. يحاول الطيران الاسدي بالميك قصف السد مره اخرى لولا تصدي المضادات الارضيه للجيش الحر للطيران المجرم. الله اكبر، نحن نتوقع ان يعود هذا الطيران ليقصف السد مره اخرى. من هنا نناشد كل العالم، هل قصف السد اهون من قصف الكيماوي او قصف النووي؟ والله انه اشد قساوه. طبعا مفعول السد هو أضرب من مفعول الكيماوي، بل أضرب من مفعول القنبلة النووية، لأنه سوف يدمر مئات الآلاف من البشر. هؤلاء البشر سوف يدمرون بسبب فيضان السد. والسد يخزن حوالي 14.2 مليار متر مكعب. طبعا نحن اليوم في تاريخ 7/9/2013 قصف سد الفرات بالبراميل المتفجرة، والآن طيران الميغ كاد أن يقصف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الطيران الحربي يقصف فوق سد الفرات. الله أكبر، الطيران الحربي يقصف فوق سد الفرات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فوق السد بجانب السد. الله أكبر، الطيران الحربي يقصف بجانب سد الفرات. الله أكبر، انظروا يا ناس، يا عالم، السد مهدد بالقصف. الطيران الحربي يقصف فوق سد الفرات، هذا هو سد الفرات. الله أكبر، الله أكبر، قصف الطيران الميغ عند سد الفرات، هذا السد. انظروا، منذ قليل قصف بالبراميل المتفجرة، والآن يقصف بالطيران الميغ. سد الفرات
يا ناس يقصف بطيران الميج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انظروا يقصف السد بطيران الميج بجانب السد. هذا هو سد الفرات. انظروا يا ناس سد الفرات 7/9/2013.